بي فاين هو عنوان أغنية ليا مخول اللي توجهت فيها لكل شخص مر بتجربة فراق صعبة. كلمات أمين نجار وألحان Always April تولى أخراج الكليب الخاص فيها رودي معوض اللي اختار يصورها بأحد المستودعات. من القعدة بالبيت هالفترة بالتحضير لأعمال جديدة. عم بشتغل على أغاني جديدة للصيف. وإلى جانب الأعمال الجديدة عم بتعبي وقتها بأمور تانية خبرتنا عنها. عم بستفيد من القعدة بالبيت، بقضي وقت كتير مع العائلة، بعمل أشياء جديدة مثل الطبخ، بقرأ كتير، بعمل سبور every day، برقص، بغني، I watch movies, documentaries. لاحظت إنه بعمل لازانيا كتير طيبة. فبشوف لسلفيروس بعزمكم تيجوا لعندي وبتدوقوها.